أهلا بيكم مجددا والحلقة الثانية من خطط لحياتك. معاكم نهلة جمال واستمرار للحديث حوالين التخطيط. احنا النهاردة مش بنتكلم عن تخطيط بمفهوم علمي، لا ده احنا بنتكلم عن حاجة مهمة وأخطر، تخطيط للحياة. اتناقشنا في الأول في عناصر ثروتنا وقلنا معانا أهم حاجة الوقت. طب يا ترى الوقت اللي احنا عايزين نستثمره ده بنستثمره ليه؟ علشان نبني علاقات طيبة، علشان ننجز زي ما اتفقنا في الحلقة السابقة. طب يبقى هو ده بقى الوقت اللي هستثمره في بناء علاقات طيبة مع الآخرين، ازاي اخطط ليه؟ اخطط للعلاقة عشان تطلع ناجحة. هي العلاقة بتتخطط؟ طبعا بتتخطط. لما اكون انا عايز استمر فيها، عايز انجح فيها، يبقى لازم اقف واخد بالي قوي هو يعني ايه علاقة. العلاقة دي هي الصمغ اللي بيربط بين الأفراد، يا يكون نوع كويس ويربط فعلا ويخلينا على طول متلاصقين مع بعض موجودين، يا إما هيكون نوع ضعيف سيء هيخليه واحدة واحدة يفك والناس تبعد تبعد، وده اللي احنا مش عايزينه. طب نخططها ازاي؟ علشان نخططها الأمر بسيط جدا وسهل، كل اللي محتاجاه مراية. أيوة مراية، هقف قدامها وهحاول روحي وهكتب ورا نفسي ايه النقط والمحاذير اللي ما عملهاش وانجح من غيرها في ان اقيم العلاقة دي بقوة. المحاذير هنجملها مع بعض في نقط محددة. يلا بينا يلا بينا. الاول الانغلاق حول ذاتك. يعني ايه الكلام الكبير ده؟ هو في حد بينغلق على ذاته بيقفلها يعني بالمفتاح؟ لا طبعا، ده معناه اني معيش لنفسي بس، لأهوائي، لرغباتي، لاحتياجاتي أنا بس وفوق الجميع. وده يعني إيه ألغي روحي؟ لا ملغيش روحي، بس لازم أراعي إن في أفراد آخرين معايا في نفس المكان، زملاء عمل، أسرتي، موجودين معايا في الميكروباص، في وسيلة النقل، أيا كان نوع العلاقة اللي بيني وبينهم، هم ليهم عشان العلاقة دي حقوق. يعني بمنتهى البساطة ما ارفعش صوت مزيكا انا بسمعها وانا حر اسمع زي انا مزاجي، ما اقراش قرآن بصوت عالي، ايه ده انا بتعبد، انت بتاخد ثواب بسمعك قرآن، لا يا فندم، ده اسمه ازعاج. لان قد يكون الطرف الاخر ما عندوش الاستعداد او مشغول بشيء وانت بتشوشر عليه، وده اللي بنسميه الانغلاق حول رغباتك حول ذاتك. يبقى الاول احذر الانغلاق حول الذات. طيب في حاجة تاني؟ في الحماقة الاجتماعية. ان تنطلق في حديث ويدوك المايك وبس، خلصت على كده، لا انت واخد بالك من نام ومن صحي ومن زهق، ويبقى الناس محرجة، يوقفوا ازاي؟ يسكتوا ازاي؟ طب يحاولوا يقطعوه مش عارفين، ده نوع من الحماقة في التصرف. فبالتالي رد الفعل الناس ايه؟ هتنفر من العلاقة، هتحاول تتجنب التواجد معاك لان انت اصبحت ايضا مزعج. مثال بسيط تاني، انت في اجتماع مهم جدا او داخل المسجد للصلاة وما قفلتش الموبايل بتاعك، ويجي لك اي اتصال، وطبعا بقى بالنغمات الغريبة اللي الناس بتحطها، يبقى ده كله علامة لعدم ادراك احتياجات الاخرين ومراعاة اشاراتهم ليك. يبقى معانا لغاية دلوقتي نقطتين، الانغلاق حول ذاتك، الحماقة الاجتماعية. ايه كمان؟ البلادة الاجتماعية. هي دي تفرق عن الحماقة؟ دي تفرق. عارف انت لما بنقول ده بلادة، وصل لمرحلة البلادة ان هو مش بس بيزعج الاخرين، ده بيسفه منهم، ده مش عاجبينه، ده بيقلل من وضعهم، وفاكر نفسه هو ابو العريف. لا حضرتك، محدش يملك المعرفة لوحده، ولا حد بيمتلك المهارة لوحده، كلنا بنتشارك في المعارف والمهارات، وكلنا بنكمل بعض، وربنا خلقنا كده نكمل بعض. يبقى معانا انغلاق حول الذات، حماقة اجتماعية، بلادة اجتماعية. في حاجة تانية اخد بالي منها، موضوع كبر، في التعثر الاجتماعي. يعني ايه التعثر الاجتماعي؟ يعني انك متفرقش ابدا بين النية الحسنة والسلوك السيء. هو ايه ده؟ ايه اللبس المقرف اللي انت لابسه ده؟ لما حد هيقول لي الجملة دي اكيد انا هتضايق،
ومش هقول عليه ان هو ذوق خالص، ولما تعاتبه يقول لك انا والله ما بعرفش اجامل، هو ده اسلوبي، انا صادق في كلامي. لا يا فندم، لازم تفرق كويس ما بين عدم المجاملة وما بين انك تكون وقح، ما بين انك تكون صريح وما بين انك تكون مندفع في تعبيراتك وفي كلماتك. يبقى عليك انتقاء الالفاظ الصح والتصرفات الصح اللي تعبر عن وجهة نظرك بالشياكة. يا جماعة، كل مشكلة اجتماعية بنتعرض لها هي نتيجة لسوء التعبير، لعدم الوعي بالاختلاف اللي بيننا وبين الآخرين، محاولتنا دايما بالاستهزاء بالآخر عشان نطور نفسنا. علشان ننجح لازم نخطط لعلاقاتنا ونكون أفضل في تفاعلنا الاجتماعي مع الآخرين، عشان ده اللي بيقولوه بقى في علم النفس، يقولك ده عنده ذكاء اجتماعي وده عنده ذكاء عاطفي وده عنده. التصنيفات دي نتيجة لسلوكك، لحسن إدراكك للموقف والتعامل معاه، وهو ده اللي بنقول الاستشعار، ازاي تستشعر التصرف وتتعامل معاه بطريقة ناجحة وتكون إنسان اجتماعي. يعني عندك كاريزما، يعني عندك وجدان عميق بتستثمر فيه قدرتك على فهم الآخر في إنك تتواصل معاه، يعني عندك قدرة على صياغة أفكارك والترويج ليها وتفسيرها اللي هي بنسميه التسويق، يعني عندك أصالة بتعبر عن نفسك ما بتقلدش الآخرين، حقيقي مش مزيف. يبقى إذن احنا وصلنا إن تخطيطك للعلاقة هو بناءك لذكائك الاجتماعي اللي بيتكون من كاريزما، عمق وجداني، تسويق، وأصالة. حاول معايا نبني كل المفردات ديت، والحلقات الجاية نكملها مع بعض ونتناقش فيه تخطيطك لصناعة كاريزمتك. تحياتي نهلة جمال.